النجف يعتبر من أكثر الأماكن الطبيعية وهو محمية، وهذا البحر يرتبط وجوده وتاريخه بارتباط النجف. كان يسمى قبل الإسلام بالنيت، وعندما جف أخذ يطلق على هذه المنطقة التي كانت تسمى تاريخيا ظهر الكوفة بالنجف. وهذه المنطقة المحيطة ببحر النجف سكنها الكثير من السكان، ومحيطة بها الكثير من الأماكن التاريخية. طبعا اليوم زرنا بحر النجف الأشرف برفقة فرق تطوعية، كانت سفرة جدا جميلة، سفرة حلوة، وأنا أتمنى أنه يستغلوها أماكن سياحية، أماكن ترفيهية للعوائل. حقيقة هي واحة مائية عمرها آلاف السنين، لم تجف في أي وقت من الأوقات، وهي أيضا تمثل، يفترض تمثل رغبة جمعية للكثير من العوائل في النجف في محافظة الفرات الأوسط في أن تكون منتجع سياحي، لكن هو بحاجة إلى مجموعة من الخدمات. هي متنفس، قد يكون متنفس كبير لمجموعة المدن المحيطة في محافظة النجف الأشرف. شباب من النجف الأشرف اليوم سلطنا الضوء وسوينا حملة لزيارة بحر النجف وطارات النجف. هذه الطارات اللي المنكوبة حاليا، وهذا البحر اللي متروك. النجف معروفة بين المحافظات وبين دول العالم بأن هي مدينة دينية فقط، لا، بس النجف لو تستغل هذه الطارات وهذا البحر يستغل بشكل جيد ويستثمر بشكل جيد من الحكومة المحلية والمركزية، لا، راح النجف تنتعش اقتصاديا. شبه مهمولة بسبب عدم استثمارها، ومكان جدا مميز وما موجود بالعراق مثل هيك شيء، لازم استثمارها. وهي نجف بها حضارات يعني ما موجوده بغير مكان مثل بالعراق، لازم نستثمرها بشكل افضل على مود السياحه والاثار، والسواح يجون يشوفون الآثار الموجودة بالنجف. طبعاً هي الفكرة كانت فكرة شبابية أطلقناها مسبقاً واليوم جددناها. طبعاً فكرتنا هي رسالة للحكومة المركزية اللي مهتمة بهذا الشان، والرسالة الثانية للحكومة المحلية اللي ناشدناهم مسبقاً أن يجعلون هذا المكان بحر النجف وطارات النجف أماكن سياحية. المكان اللي نفتقده بالنجف او محتاجينه مكان ترفيهي، وهذا المكان الطبيعي اللي ما رب العالمين رزقنا بهذا الموضوع. الناشد الجهات المختصه، الحكومه المركزيه، المحافظه، الجهات المستثمره شويه يتبعونا لهذا الشيء، وليش نطلع مظاهرات ونداعي الشباب محرومين، عوائلنا النجفيه محرومه من هذا المكان الترفيهي الطبيعي، على الاقل هالكورنيش هالشيء الاستثماري اللي ينفع المحافظه كسياحه كترفيه كمطلب من المواطنين، نريد الشيء شويه يخدمنا على مود نجي نترفه سياحه، واحد يجيب عوائله، جامعات، هذا الشيء نطلبه من الجهات المعنيه. جميل.